البوتوكس اكيد لتخفيف الحركه بس مش للشل كليا. واحد يطلع مثل بلاطه ما بعرف شو رايك. مش حلو ابدا انه تصيري مشدوده ما تقدر تعملي ولا حركه. لازم تعرف تفهم شو عم بتعبري وقت عم تحكي. حاجب لازم يطلع من برا مسحوب لبرا. شكل 8 كثير بشعه. مسحوبه عن الجنب ما في طلعه لفوق. تفتح العين ما بتصغر العين. الشفة الفوقانية دفشة لقدام كتير مش حلوة. لازم تكون تحت أكبر مزمين. من فوق. والشفة أكتر مقلوبة ومكونترة من ما تكون مدفوشة. كمل هيك لازم مرات نقلب الدقن بنفس الوقت لحتى الشفة تحت تكون أكبر بشوي. إذا عرضنا كتير نحاول فك يبين كتير رجولي. كمل هيك لازم تكون في تحديد بلا تعريض. تحديد الزاوية الشد حتى يكون في فرق بين الوجه والرقبة من دون ما يكون في عرض بالوجه.